منتشرين في جميع أنحاء العالم. التعاون معهم من خلال مؤتمرات مصر تستطيع الخمسة السابقة والحالية فتح مجالات كتيرة جدا تصنيعية، وده دورنا كرجال صناعة، تحويل الفكر والبحث والابتكار إلى منتج أقدر أسوقه، أقدر أنميه، أقدر أطوره، وده الدور اللي احنا بنقوم بيه، وده الدور اللي بتخلقه فرصة مؤتمرات مصر تستطيع. مصر تستطيع بالصناعة بتضم كثير من العلماء والباحثين المصريين على مستوى العالم، بيتشاركوا الحوار مع صناع القرار، مع رجال الصناعة زملاتنا هنا في مصر، لبلورة تصور مشترك ازاي ننهض بالصناعة في مصر. زي ما حضرتك عارفة الوضع الاقتصادي في العالم بيمر بمشاكل كتيرة بعد جائحة كورونا وبعد الحرب الأوكرانية، فأصبح الاعتماد المتزايد على الصناعة بالإضافة للزراعة طبعا هو شيء أساسي جدا. جايين بشوية بروبوزلز علشان نساعد الحكومة في الأهداف بتاعتها علشان الصناعة الخضراء. من ضمن البروبوزلز دي بعض المنتجات الجديدة اللي فيها انبعاثات كربونية أقل، كمان هنتكلم على الطاقة البديلة وإزاي الطاقة البديلة ممكن توفر تقلل الانبعاثات الكربونية وبالتالي تأثر على الصناعة الخضراء. في تدوير كمان فيها كمان تدوير المخلفات، فيها هنستخدم أيدي عاملة أكتر، هتبقى فرص كويسة للناس، بلس إن هي هتقلل العملة الصعبة اللي احنا بندفعها لبرا عشان نستورد الطاقة، لأن صناعة الأسمنت كثيفة الطاقة.